بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماءنا الأفاضل وإخوتنا في الله، ضيفنا الكريم سماحة السيد علي الهاشمي حفظه الله ورعاه، تتشرف جامعة مركز الثقافة السنية باستقبال تلك العالم الكبير الذي اشتهر صيته في العالم من أجل العلماء، بل هو أكبر علماء أهل السنة والجماعة الذين دعاهم الفقيد فقيد الأمة الشيخ الزائد رحمه الله لبناء دولة إسلامية، لإنشاء أساس الإمارات العربية المتحدة على أساس شرعي ديني قويم. خدموا الإمارات، شعب الإمارات، بنشر العلوم الدينية، بتعليم أبنائها الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وما إلى ذلك من علوم الإسلامية. السماحة السيد عين مستشارا لرئيس الدولة في شؤون القضائية والدينية منذ سنوات عديدة، كلما يزور الهند سماحته يزور مركزنا، ولا يترك سفرا من أسفاره إلا ويزور هذا المركز، وذلك بشدة مودته ومحبته بهذه الجامعة وبباني الجامعة، جزاه الله خيرا. بيته في أبوظبي داخل حديقة كبيرة، يحب الطبيعة ويحب الخضراء ويحب العلماء، وهو كعبة الطالبين للعلم وملجأ العشاق والمادحين، يجتمع حوله العلماء والعشاق من مختلف البلدان، وكذلك السفراء وأعضاء الحكومات، وفي مجلسه لكل مكان وله في كل مقام مقال. لدينا حاليا طلاب جدد الذين التحقوا في هذه السنة بعدما كملوا من مختلف الحلقات، حلقات المساجد بالدروس الإسلامية ومن كليات أخرى، التحقوا في الدراسات العليا، الذين يتشرفون بهذه النظرة المباركة إلى الوجه الطيب، إلى العالم الجليل. شرف لكم إن شاء الله، إن شاء الله سنستمع إلى سماحته ونتبارك به. قبل سنة في زيارته الأخير الذي قبل هذا، ذهبنا مع سماحتي السيد إلى أرض مدينة المعرفة، ولكن الآن بعد إقامته
صلاة المغرب جماعة في تلك الأرض، بدأ البناية، الحمد لله قد وصل إلى قدر ما، وسيكمل إن شاء الله في وقت قريب بدعائه وبدعوة الصالحين. وكذلك افتتحت الكلية، كلية الطب، الذي يقول عنه العالم الطب البضيل، ولكن السيد سماها الطب الأصيل. سماحة السيد قال هذا الطب الأصيل ليس طب البديل، وذاك الطب البديل. حقيقة بعدما أنشئت كليات عديدة في مختلف ولايات الهندية تحت حكومة الهندية المركزية وولايات وحكومات الولايات الهندية، ولكن ولاية كيرلا التي تتميز بأنهارها وأزهارها وجبالها وخضرائها وبنشاتاتها الدينية بمدارسها وبمعاهدها وكلياتها وجامعاتها، كان كيرلا يفتقد كلية للطب الأصيل. الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى المركز لافتتاح كلية في مدينة المعرفة، والآن مضى عليها سنتين ودخل إلى سنة الثالثة. وكنا ننتظر حضور سماحة السيد لافتتاح كلية الشريعة والقانون التي بناها السيد سعادة السيد بدر فارس الهلالي حفظه الله ورعاه، ولكن السيد لم يستطع الحضور تلك اليوم، واليوم افتقدنا السيد بدر في هذا المجلس، رجع مفاجئا بعد وصوله إلى كيرلا. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالخير، ونعزيه على وفاته الفقيدة له إن شاء الله، وهما حبيبان يرافقان ويسافران دائما في مؤتمرات وفي رحلات، أطال الله بقاؤهما. لا أطيل الكلام إن شاء الله، الوقت ضيق، ولكن الوقت لأن تبارك إلى تلك الكلمات الطيبات من سماحة السيد، أرحب به ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا. الأساتذة وطلبة العلم وسائر مقيمو هذا الحرم يرحب به، يرحبون بترحيب حار، جزاه الله خيرا، أطال الله بقاءه مع الصحة والعافية. ونرحب بجميع العلماء والحضور في هذا المجلس ونشكرهم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الإسلام مضمون كلام الله القديم، يعني الإسلام قديم، ولكن الإسلام جديد في كل زمان ومكان وفي كل حال وفي كل مقال. الإسلام جديد يلذ به بأحكامه كل عاقل وكل عالم وكل جاهل. كذلك سماحة السيد علي عبد الرحمن الهاشمي منذ زمان يزور عندنا ويعظ لنا ويقوم معنا، ولكنه
حتى الآن جديد، كأنه دخل رجل جديد، لأننا نفرح برؤيته وبلقائه وبسماع كلامه. هذه الطلاب، بعض الطلاب الذين يذهبون إلى بيوتهم مساء قد خرجوا بعد الساعة الخامسة، وهؤلاء كلهم مقيمون هنا ويطعمون ويشربون وينامون ويتعلمون هنا، الحمد لله. هذه الطلبة كلهم يرغبون الدرر النفيسة من كلام السيد الحاشمي أطال الله بقاءه مع الصحة والعافية. لذلك لا أطول الكلام، نفرح فرحا شديدا في هذا الوقت، لأنكم تعرفون يا إخواننا المجيء من كوتشين إلى هنا صعب جدا جدا، من أبوظبي إلى كوتشين 3 ساعة، من كوتشين إلى هنا 5 ساعة أو 6 ساعة، يعني تحمل صحامة السيد سماحة السيد هذه المشاق الكثيرة لرؤيتكم ولرؤية جامعتنا. لذلك عليكم أن تقوموا بالدعاء الخالص لنا ولسماحة السيد ولوالديه ولمن انتقلوا من قرابته إلى دار الآخرة. نشكر شكرا جزيلا، لا أستطيع أن أعبر كيف أشكر، لا أستطيع أن أعبر بعبارة مقابل هذه المشقات التي تحملها الشيخ لزيارة هذه الجامعة. ندعو الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه ونتضرع إليه لطول حياته، لكن مع ذلك نفرح إن هذا العام من أمس عام كامل، عام الزائد. أعلن الإمارات هذه السنة المقبلة عام الزائد، يعني عام الفقيد، فقيد الأمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. يتفكر كل واحد في هذه السنة إن شاء الله الشيخ زايد رحمة الله عليه، وإنه كان ملجأ للفقراء والمساكين والعلماء والصالحين وجميع الناس. هذا الاستقبال والحمد لله موافق لبداية الزمن عام الزايد، هذا توفيق من الله تعالى، وهذا تفاؤل أيضا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقائد مسيرتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. في هذه الأمسية المباركة، والذي تفضل إمامنا وشيخنا العالم الجليل الشيخ أبو بكر أحمد في هذه الكلمة الودية المحبة، وما أنا إلا متشرف بأن أكون واحد
من خدام العمل الإسلامي ومن خدامكم أنتم أيضا. حقيقة الأمر أنني حينما أجيء إلى هذا الصرح العلمي العظيم أشعر بسعادة عظيمة، أشعر بسعادة عظيمة، هذه أولى. والثانية أشعر بفخر وإجلال وتقدير لفضيلة الشيخ أبو بكر أحمد على هذا العمل العظيم الذي هو ماثل أمامنا. نحن لا نتكلم كلاما كما يقال، وإنما نرى عملا ونرى جهدا ونرى إخلاصا، ونرى أمامنا عدد كبير من العلماء الأجلاء وعدد أكبر من الطلاب النجباء. إن كل مؤمن وعامل في حقل الدعوة الإسلامية والعمل على نشر شريعة الحق، شريعة الله الخالدة، الإسلام العظيم، أشعر أنا وأمثالي بفخر، وأرى أن في حضوركم هذا وهمة الشيخ الفاضل العظيمة في هذا العمل وفي هذه الجامعة الكبيرة يشد من أزر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون آثار عملهم ويرون فيكم العمل الصالح والعمل الناجح والتبشير بما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: قم فأنذر. فأنتم النذارة وأنتم قبل ذلك البشارة. أيها الحضور الكرام، علماء الأجلاء، الطلبة النجباء، أنتم تقومون بما أنزل القرآن الكريم وأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجله، ببيان هذا الدين، بسماحته، بعطفه، بسخائه، بكل المعاني الطيبة والقيم العالية الرفيعة، تدعون إلى الإسلام وتدعون إلى طريقة الحق. وإن اهتمام سماحة الشيخ أحمد في هذا العمل حفظه الله ورعاه وأبقاه وكثر من أمثاله من العلماء في المسلمين يقوم بهذا العمل، وباسمكم جميعا أيضا نضم أصواتنا جميعا لنرفع الدعاء لأخينا الفاضل سيد يوسف علي لما يقوم به من أعمال جليلة هنا وهناك، ولا يتأخر في العطاء والعمل، وهو من هو جزاه الله خيرا، ولذلك يوسع الله في رزقه ويمد في أجله ويعطيه الصحة والعافية. ولا ننسى كذلك أخينا بدر فارس، بدر فارس، حيث أنه الهلالي، أنه هو هلال يسطع في سماء هذا العمل وهذا الحقل الإسلامي، مستمدين أيضا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ومتعه في سكناه وجعله مع النبيين والصديقين، وبارك في آله وذويه بأن يكونوا قدوة للناس في مثل هذه الأعمال الطيبة الخيرة المباركة. نحن في الإمارات جميعا من الصالحين والمؤمنين معكم دائما، وكذلك في غير الإمارات، إن نشاط سماحة الشيخ امتد إلى الأزهر الشريف وامتد إلى دول الخليج كلها وإلى أوروبا أيضا، لأن هذا عنوان ومثال. وأنا أرجو وأدعو كل عمل عامل في حقل الدعوة الإسلامية، إن كان حضر هنا فليكرر من حضوره، وإن لم يحضر فليبادر ليرى بأم عيني رأسه هذا العمل الناجح الكبير. إنما يحمله قلبي، بل كل القلوب المخلصة
لسماحة الشيخ حفظه الله ولكم أيها العلماء الأجلاء طلبة النجباء الكثير الكثير، ولا يفي هذا الكلمة القصيرة لا تفي بحق، ولا يفي هذه الإطلالة أن نأتي قبل المغرب وننصرف لأن عندنا سفر بالليل، وأنتم أهل كرم تجودون علينا بالكثير من العلم ومن المحبة ومن الوفاء، ولذلك دعوني أستسمح سماحة الشيخ في أن بعد هذه الكلمة ننصرف لكي نفي بحق آخر، وأعرف أن هذا ليس بحقكم، إنه يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله، والإمام علي عليه سلام الله يقول لا تحتكر القليل فإن الحرمان أقل منه. وأشكركم جميعا وأشكر الأخ الكريم الذي حرص أن يترجم مرة واحدة، وقلت له لا شيئا فشيئا لكي لا تثقل الترجمة عليه، وأرجو أنني كنت مصيبا.